هاي دير ستودنتس نايس تو ميت يو. اعزائي طلبه الصف السادس الاعدادي نحييكم في درس جديد من دروس اللغه الانجليزيه. اوبن يور ستودنتس بوك اون بيج 50 يونت 5 ليسن 7 ذا بيوتيفول كيركانا. هنا طبعا الليسن هذا يناقش ريليتيف كلوزز عبارات الوصل. الجمل الموجوده هنا كيركانا از ذا نيم اوف جروب. اسم كيركانا هو اسم لمجموعة من الإيلانز من الجزر that are statued التي تقع off the east coast of Tunis للساحل الشرقي من تونس. The main two islands الجزيرتين الرئيسيتين are شرقية and غربية which are both inhabited التي هي ليست مسكونة أو أهل بالسكان. ولو تلاحظ الجملة الأولى مرتبطة أو موصولة بالجملة الأخرى العبارة الضمير الوصل ذات. هنا هاي الجملة موصولة العبارة الأولى موصولة بأداة الربط أو ضمير الوصل which يعني the main two islands الجزيرتين الرئيسيتين are شرقية and غربية which التي are both inhabited التي كلاهما مسكونة. يعني هذا ضمير الربط يزاوج أو يربط الجملة العبارة الثانية التي تعطي معلومات إضافية للعبارة الأولى وتقويها. The islands الجزر are reached يوصل إليها by a ferry بواسطة عبارة ذات أيضا ضمير الوصل ذات operates التي operates تعمل throughout there خلال السنة. The most famous beach الساحل الأكثر شهرة is Macrin Gulf كليفة where the water حيثما الماء is in incredibly clear بصورة بشكل لا يصدق صافي وبلو أزرق. There are many colorful festivals. هنالك العديد من المهرجانات الملونة which are a great attention or a great attraction التي هي يعني تجذب بصورة رائعة for tourists للسائحين. A famous son of كيركانا الولد المشهور ل أو الابن المشهور لكيركانا was هادي بركيسة. هادي بركيسة who was الذي كان also known معروف ك بلا هادي who was a world class footballer وهو لاعب عالمي مشهور died مات during a match خلال مباراة بكرة قدم in Tunis في تونس. كيركانا is an ideal place هي مكان نموذجي for tourists للسائحين who want quiet هو الذين يبحثون عن الهدوء وال peaceful holiday والعطلة المسالمة and beautiful surroundings والتمتع بما حولهم. طبعا هنا يريد عندنا are these relative clauses defining هل هذه الجمل معرفة؟ إذا معرفة اكتب D or non-defining إذا غير معرفة اكتب ND. طبعا هذا نعرفها معرفة أو غير معرفة بعد ما ندرس قواعد العبارات الوصل. عندنا ملاحظات في نهاية كتاب Students Book في يعني صفحة القواعد لليونت اليونت 5 defining and non-defining relative clauses العبارات الوصل المعرفة وغير المعرفة. Relative clauses العبارات الوصل are clauses هي عبارات that give more information تعطي معلومات أكثر about a noun حول الاسم. They often begin هي غالبا تبدأ with a relative pronoun تبدأ بضمير الوصل such as مثل ضمير الوصل who أو ضمير الوصل that or which يعني ذني على سبيل المثال ذني ضمار الوصل. مثلا I like hotels أنا أحب الفنادق. شوف هنا عبارة الوصل هي باللون الأحمر
بدت هنا بذات. I like hotels. أنا أحب الفنادق that have a swimming pool. التي تحوي على حوض سباحة. وطبعا شوف هنا عبارة الوصل هي أنطت معلومات أكثر عن الاسم. Defining relative clauses. Defining relative clauses عبارات الوصل give information تعطي معلومات about the noun تعطي معلومات حول الاسم that is necessary هي يعني ضرورية for understand لفهمها the sentence ضرورية لفهم الجملة. هيا نوعين طبعا defining relative يعني العبارات أو عبارات الوصل المعرفة هذا تعريفهم يعني عبارات defining relative clauses عبارات الوصل المعرفة. واحنا قلنا نوعين معرفة وغير معرفة. هنا عبارات الوصل المعرفة give information تعطي معلومات about the noun تعطي معلومات حول الاسم that is necessary يعني بدون ما هاي المعلومات تصبح الجملة عندنا مبهمة فتكون ضرورية to understand لفهمها لفهم the sentence الجملة مثلا. The man who owns Safar Tours الرجل الذي يملك شركة Safar Tours is on TV tonight هو على التلفزيون اليوم. فهنا هاي العبارة باللون الأحمر ضرورية جدا للجملة لأن يعني بدونها تصير الجملة نكرة مثلا the man تصير is on TV tonight الرجل على التلفزيون يعني هذه الليلة يعني ما فهمنا شيء من العبارة بدون العبارة اللي باللون الأحمر اللي هي تكون عبارة وصل معرفة تعرف الاسم. هنا مطينا يقول there will be many men هنالك الكثير من الرجال on TV على التلفزيون tonight في هذه الليلة. The relative clause العبارة المعرفة is necessary تكون ضرورية for us لنا to understand which man لفهم أي رجل is going to be on TV أي رجل يكون على TV. The boy whose book I borrowed الولد الذي أنا استعرت منه الكتاب is in my class هو في صفي أيضا هاي عبارة الوصل المعرفة يعني استخدمنا الضمير whose للملكية طبعا فهنا باللون الأحمر يعني الولد الذي استعرت منه الكتاب هو في صفي. هنا طبعا بدون الجملة باللون الأحمر أو العبارة باللون الأحمر راح تكون الجملة أيضا مبهمة. The boy is in my class الولد في صفي يعني شنو ما بيها فده معرفة مبهمة شنو بس مع العبارة باللون الأحمر عبارة الوصل صارت عندنا جملة كاملة. يقول the relative clause عبارة الوصل tells us تقول لنا أو تخبرنا which boy the speaker تخبرنا أي ولد المتحدث is talking about يتحدث عنه. The relative pronouns ضمائر الوصل you can use الذي أنت تستخدمها in defining relative clauses are الذي نستخدمها في عبارات الربط المعرفة هي نستخدم هو for people للناس يعني للعاقل. That and which that which اثنين نفس الاستخدام for things لأشياء. Where for places للمكان نستخدم where حيثما. Whose lemon is show possessions التي possession التي تبين الملكية. Non-defining relative clauses العبارات الغير معرفة بس أخذنا قبل شوية العبارات المعرفة اللي تعرف الجملة يعني تكون موجودة ضروري بالجملة جدا لأن بدونها تكون العبارة مبهمة. هنا non-defining relative clauses العبارات الغير معرفة اللي يكون موجودها بالجملة كإعطاء معلومات إضافية لكن مو ضرورية. Give additional information تعطي معلومات إضافية about the noun حول الاسم but are not necessary لكنها ليست ضرورية to help you understand the sentence لمساعدتك لفهم الجملة. There are commas هنالك كاما فارزة سفلى before and after قبل وبعد non-defining relative clauses قبل وبعد عبارة الوصل. سامي مثلا يعني مثال سامي who has never left the country الذي لم يغادر البلد is going to England هو ذاهب إلى إنجلترا for his holiday لعطلته. طبعا هنا الجملة بدون عبارة الوصل اللي باللون الأحمر مفهومة تعتبر مثلا خلنا نقرأها بدون عبارة الوصل. Sammy is going to England for his holiday سامي سوف يذهب إلى إنجلترا لغرض العطلة يعني من فهمة الجملة
يعني صار وجودها مجرد معلومة إضافية، يعني مو مثل العبارات العبارة ضرورية تكون، لا بدونها العبارات الوصل تكون الجملة مفهومة، لكن شنو تعطي معلومة إضافية. مثلا يقول هنا يشرح، يقول the relative clause، العبارة الوصل gives an interesting information، تعطي معلومات interesting مهمة about the Sami، تعطي معلومة مهمة حول سامي. but لكن is not necessary، لكنها ليس ضرورية for us لنا to understand هو سامي، لفهم من هو سامي. is the Sun Beam hotel، يعني فندق Sun Beam، يعني فندق Sun Beam which is very close، هو جدا قريب to the beach، قريب من الساحل. and the best is the best hotel in the town، هو أفضل فندق في المدينة. أيضا نفس الحالة the Sun Beam فندق أشعة الشمس hotel، نقدر نقول بدون عبارة الوصل is the best hotel in the town، هو أفضل يعني الذي هو أفضل فندق في المدينة. يعني فهمنا الفندق أو طبيعته وفهمنا الجملة كلها بدون عبارة الوصل، لكن عبارة الوصل تقوي الجملة، تساعد السامع على فهم موقع مثلا الفندق. يعني the Sun Beam الفندق أشعة الشمس which is very close to the beach، هو جدا قريب من الساحل. is the best hotel in the town، هو أفضل فندق في المدينة. The relative pronouns، ضمائر الوصل you can use in non-defining relative clauses، ضمائر الوصل التي تستخدم في عبارة أو جملة الوصل الغير معرفة are the same، هي نفسها as for defining relative clauses، هي نفسها التي تستخدم مع عبارة الوصل المعرفة. except ما عدا ذات، يعني هنا ضمير وصل ذات لا يستخدم مع عبارة الوصل الغير معرفة، خلي انتبه للطلبة الملاحظة. You cannot use that، أنت لا يمكنك استخدام ذات، هاي تنتبه. هسه نرجع لعبارتنا. كركنا is the name of group، هو اسم جزيرة of islands، من الجزر that are situated، التي تقع of the east coast of تونس. يعني هنا عبارة الوصل تكون defining، يعني عبارة معرفة، يعني بدون that are situated، التي تقع على الساحل الشرقي من تونس، ما تنعرف الجملة بدون عبارة الربط. يعني كركنة is the name of a group of island، هي اسم سلسلة من الجزر، بس بدون هاي صارت عبارة، يعني فتكون هنا defining relative clauses، يعني عبارة معرفة. the main two islands، الجزر الرئيسية are شرقية وغربية which are both inhabited، هي مسكونة. يعني هنا بدون عبارة الربط هاي نقدر نفهم يعني بأنه هناك جزيرة شرقية وغربية وهي مأهولة بالسكان، يعني عبارة مأهولة بالسكان يعني تعطي معلومات إضافية لكنها ليست ضرورية، يعني non-defining relative clauses. أيضا العبارة هاي defining relative clause، يعني عبارة معرفة. العبارة هنا non-defining relative clause، غير معرفة. هاي العبارة non-defining relative clauses. 6 هنا أيضا non-defining relative clauses، وآخر جملة هي defining relative clauses. هنا نوضح القاعدة باللغة العربية، عمل ضمائر الوصل في الجمل الموصولة المعقدة. العبارات الموصولة relative clauses أو الجملة الوصفية adjective clause، كيفية ربط جملتان بسيطتين تكوين جملة معقدة. هنا يعني من الجملة تجينا بالامتحان، يعني طريقة حل التمرين في الامتحان، تجينا بالامتحان يعني جملة، فهنا طريقة حلها من الجملة الثانية، يعني عبارة عن جملتين، جملة أولى وجملة ثانية. من الجملة الثانية نحذف، إذا عدنا هي يحذف، وإذا عدنا شي يحذف، وإذا عدنا ذي يحذف. إيش نضيف بعده؟ نضيف يعني هو للأشخاص، معناه التي الذي. مثلا the man is called a butcher، he sells meat، يقول الرجل الذي يبيع the man is called a butcher، الرجل الذي اسمه القصاب. He tells meat، he sells meat، الذي يبيع اللحم. زين، هاي الجملة نحولها إلى عبارة الوصل بالشكل هذا. The man هنا يعني الاسم، وبعدين نخلي ضمير الوصل هو، لأن عاقل. زين، وبعدين بعده يجي الفعل
وتكملت الجملة يعني تصير the man هو الرجل الذي هو sells الذي يبيع الميت يبيع اللحم is called butcher يسمى القصاب. أيضا هنا من الجملة الثانية إذا عدنا they أو it أو them لغير العاقل فهنا ضمير الوصل راح يكون which أو that يعني التي أو الذي زين للأشياء فصير the bicycle is mine الدراجة لي it is under the tree التي هي تحت الشجرة. فهنا هاي الجملة نحولها لعبارة وصل أو جملة وصل the bicycle هنا طبعا نخلي الاسم بالبداية هاي معروفة وبعدين نخلي ذات أو which واحدة من ذني زين النوبل نكمل الجملة يعني the bicycle that الذي is under the tree الذي تحت الشجرة is mine هو لي. إذا أيضا عندنا يعني منين عندنا بالجملة الثانية موجود عندنا there و its و her و his يعني ضمائر الملكية أو عندنا whose أو الست تملك أو belong to هاي كلها ضمائر الملكية فنستخدم whose نستخدم الين whose لغرض وصل الجملة فنخلي الاسم بالبداية هسه نشوف الجملة the books are not mine الكتب التي ليست لي their covers are torn يعني جلادها ممزق تصير the books الكتب يعني الاسم بالبداية وهنا تاخذ whose لأن يعني لقينا احنا ضمير وصل ملكية فنستخدم whose وبعدين نكمل الجملة تصير the books whose covers are torn الكتب التي غلفتها ممزقة are not mine التي ليست لي. هنا عندنا إذا لقينا عندنا جملة بها مكان فعندنا نستخدم where أو which واحدة من عندهن مثلا is this house is this house is this the house هل البيت he was born in it يعني الجملة هاي is this the house هل ذلك البيت هذا he was born in it الذي ولد فيه فصير الجملة is this the house هل هذا البيت أنا في حالة السؤال هل هذا البيت ذات أو which أو where يعني واحدة بعدها نستخدم يمكن صحيح he was born in الذي ولد فيه فهنا يصير علامة استفهام نهاية الجملة يقول يكون تركيب جملة الوصل كالآتي يكون الاسم بالبداية زائدا عبارة الوصل بعد الاسم وبعدين التكملة. ملاحظة يوجد نوعين من عبارات الوصل عبارات وصل معرفة واحنا حكينا هاي العبارة تذكر في الجملة لإعطاء معلومات أساسية لفهم الجملة وتستخدم معها جميع ضمائر الوصل زين عندنا عبارة الوصل الغير معرفة وهي العبارات التي تعطي معلومات إضافية لفهم الجملة وتستخدم معها جميع ضمائر الوصل ما عدا ذات زين تعطي معلومات إضافية يعني وليس ضرورية معلومات إضافية وليس ضرورية. هنا كيفية الربط بين الجملتين بضمائر الوصل عندنا الحالة لو إذا وقع الاسم في بداية الجملة يعني إذا الاسم بداية الجملة يكون يعني تكون الجملة الاسم زائد عبارة الربط نكتب الاسم في بداية الجملة من الجملة الأولى فقط نأتي بضمير الوصل الذي يناسب الاسم بعده نكتب الجملة الثانية كاملة بعد حذف الضمائر التي تعود على الاسم في الجملة الأولى ندرج ما تبقى من الجملة الأولى في نهاية الجملة مثلا the people أو the people is my friend الطالب صديقي who won the prize الذي فاز بالجائزة فصير the people حسب القاعدة الاسم بالبداية نستخدم له لأن عاقل ونكمل الدور من الفعل won the prize فاز بالجائزة is my friend هو صديق. الحالة الثانية إذا وقع الاسم في نهاية الجملة الأولى فعند الحل ندرج الجملة الأولى كاملة نأتي بضمير وصل المناسب للاسم ندرج الجملة الثانية حذف ضمير العائد على الاسم الموجود في الجملة الأولى مثلا that is the cat تلك القطة it drank the milk التي شربت الحليب يصير that is the cat تلك القطة which التي drank the milk التي شربت الحليب. عندنا الحالة الثالثة إذا وقع الاسم في وسط الجملة فعند الحل ندرج الاسم مسبوقا بذي نضع ضمير وصل مناسب بعد الاسم نضع ما تبقى من الجملة الأولى كاملة ندرج الجملة الثانية كاملة بعد حذف الضمير العائد على الاسم الموجود في الجملة الأولى مثلا I spoke to a lady أنا تحدثت إلى امرأة on the phone في التليفون she told me التي أخبرتني to call back later بأن يعني اتصل في وقت آخر
The lady يصير the lady who I spoke to. The lady التي أنا تكلمت إليها on the phone على التليفون told me أخبرتني to call back later بأن أتصل فيما بعد. هنا يقول متى نضع الفارزة في عبارة الوصل؟ شو نحط الفوارز السفلى؟ إذا كانت عبارة الوصل غير معرفة، في حال تكون عبارة الوصل غير معرفة من خلال المعنى. مثلا my uncle Albert still rides a bike. He is 86. هاي مثلا سؤال وزاري هذا. قلنا my uncle Albert نزاوج الجملة الأولى أو الاسم هنا بالبداية خليناه وبعدين نحط عبارة الوصل. فهنا ياخذ هو قبل لا نخليه هو نحط فارزة قبلها. هو از 86 الذي بعمر 86 حطينا ايضا فارزة اخرى still rides a bike لا زال يركب البايسكل. فهنا عبارة الوصل لانه غير معرفة فحصرناها بين فارستين يعني بدونها تكمل المعنى. هذا الفرق بين عبارة الوصل المعرفة وغير معرفة من خلال الشكل من خلال استخدام الفوارز. عندنا الاسئلة الوزارية حول هذا الموضوع. عندنا نمبر 1 صحيب whose brother lives in California is planning a trip. هو يخطط لرحلة to USA إلى أمريكا soon قريبا. هنا طبعا يريد خيار، هذا نوع من أنواع الأسئلة يريد خيارات، واحدة من الخيارات صحيحة. فهنا طبعا ماكو شيء اسمه عندنا لا whose، لأن هذا ضمير وصل يستخدم للملكية فالاختيار يكون whose، يعني صهيب whose brother أخوه يعيش في الذي يعيش في كاليفورنيا يخطط للذهاب الى يو اس اي سون، يخطط للذهاب الى امريكا. ذا ستار ريستورانت فندق النجمه هاز لوفلي جاردن فيه حديقه جميله. يو كان هاف ميل ذير بامكانك تناول الوجبه هناك اون سمر في الصيف ايفنينج في مساء الصيف. يوز ذا كوركت ريليتيف برونون استخدم يعني ضمير وصل صحيح to make sentence لتصنع جملة. هذا أيضا أسلوب آخر من نمط آخر من نمط الأسئلة الوزارية. رقم 3 يصير the star restaurant. خلي طبعا الاسم في بداية الجملة وبعدين the star restaurant has a lovely garden الذي فيه lovely garden حديقة جميلة، ونبدي بالقوس نربط بعبارة الربط وير. ليش؟ لأن ستار ريستورانت يعتبر مكان وبعدين نكمل وير يو كان هاف اميل، يعني ستار ريستورانت مطعم يعني فندق النجمة الذي تستطيع أنت الذي فيه حديقة جميلة. وير يو كان هاف اميل حيثما أنت تستطيع تناول العشاء اون سمر في الصيف في مساء الصيف. The Tiger Hotel فندق التايجر هاز فابولوس بول فيه يعني حوض سباحة بين قوسين the pool opened 2 months ago. هذا عبارة الوصل يعني المسبح أو الحوض افتتح قبل شهرين. Use the correct relative pronoun استخدم يعني ضمير صحيح لضمائر الوصل to make one sentence لتصنع جملة واحدة. تصير the Tigers Hotel فندق التايجرز has a fabulous pool. هنا يعني نخلي اسم الفندق بالبداية ونكمل هذا فافولوس بول يعني فندق التايجر الذي فيه، وبعدين نجي للعبارة اللي مطنياها بين الأقواس نربطها مع الجملة الرئيسية أو مع العبارة الرئيسية بالضمير which. ليش؟ لأن يعني قلنا the star restaurant is شيء فنستخدم which opened the months ago الذي افتتح في الشهر الماضي يعني فيه حوضين سباحة. وهنا طبعا ليش واحد طالب يسأل ليش استخدمنا وش ما استخدمنا وير يعني كتشير للمكان؟ استخدمنا وش لأن اعتبر هذا شيء، لأن احنا أساسا ما قعدنا وكنا به، بس مجرد the tigers hotel فندق التايجر أو فندق دجلة has a fabulous pool يحتوي على حوض رائع which opened افتتح الذي افتتح 2 months ago افتتح قبل شهرين مضى، يعني لا انا قعدت فيه ولا هي مجرد وصف للمكان، فما طول مكان يعتبر شيء مو مكان انا قاعد فيه. ايضا هنا ملاحظات اخرى بكتاب الستودنتس بوك احنا اخذناها قبل شويه
relative clauses can be defining or non-defining. يعني عبارات الوصل ممكن أن تكون معرفة وغير معرفة. وإحنا شرحناها defining relative clauses وهنا مطينا أمثلة عليها عبارات المعرفة. يقول clauses gives essential information. تعطي معلومات رئيسية. We use it who for people. نستخدمه للناس. Which or that. نستخدم which وذات للأشياء. And where for places. Where للأماكن. We use whose. نستخدم whose. To show possession لإظهار الملكية. هنا non-defining relative clauses أيضا العبارة الغير معرفة. يقول relative clauses gives an extra piece of information. تعطي معلومات أضافية. يقول we use who for people which for. استخدم who للناس و which للأشياء و where للأشياء للمكانات. Can't cannot use that. ولا نستخدم that مع هذا الزمن. We use whose. نستخدم أيضا whose to show possession. نستخدم ال whose لإظهار الملكية. انتقل تمارين ل activity book exercise B. Compare this sentence. اجمع this sentence هاي الجمل with باستخدام who, that, where to make defining relative clause لعمل عبارات وصل لعمل عبارات وصل معرفة. رقم واحد. I spoke to a lady. أنا تكلمت إلى سيدة on the phone. على التليفون. She told me. هي أخبرتني to call back later. بأن أتصل غدا. ومثل ما قلنا بالقاعدة قبل شوي درسناها. نخلي الاسم في بداية الجملة. The lady. وبعدين نزوجه أو نربطه الضمير الوصل هو لأن هو عاقل. وبعدين بعد الاسم نكمل باقي الجملة الأولى. أصير the lady who الأمرأة أو السيدة التي I spoke. صرنا I spoke to. أنا تكلمت إليها on the phone. على التليفون. هذا بالنسبة للجملة الأولى تكمل. النوب نجي للجملة الثانية. نشيل من عندها الفاعل. الضمير يعود على الفاعل. يعني الضمير يعود على الاسم المعرف. نشيله. فصير told me. قالت لي. زين. يعني بعد ما شلنا الشيء صارت مباشرة told me. الشيء شلناها. told me قالت لي to call back مؤخرا. to call back later. أنا أتصل مؤخرا. أصير the lady who I spoke to. الأمرأة التي تكلمت عليها. السيدة التي تكلمت عليها on the telephone. على الفون. told me أخبرتني to call back later. بأن أتصل فيما بعد. رقم اثنين. They have knocked down the restaurant. هم حطموا أو هدموا المطعم. We had a meal where last year. الذي تناولنا فيه الطعام السنة last year. السنة الماضية. أيضا هنا هو مطلع جزء من الحل. يعني they've knocked down the restaurant. هم حطموا أو هدموا المطعم. ويريد يكمل. They've knocked down the restaurant. هم حطموا المطعم. وطبعا المطعم هنا قلنا ذا الشيء انت اكلت بيه وقعدت بيه فتاخذ وير مكان يعتبر مكان. فهنا اخذنا الوير وبعدين بعد الوير النوب نكمل الجملة. We had a meal يعني where we had a meal there last year. الذي تناولنا فيه الوجبة او الطعام في السنة الماضية. يصير they've knocked down. هم حطموا the restaurant المطعم where we had الذي نحن تناولنا a meal تناولنا وجبة طعام last year في السنة الماضية. رقم ثلاثة. I always go to that garage. أنا دائما أذهب إلى ذلك الجراج for repairs لغرض التصليح. It was closed today. إنه أغلق اليوم. رقم ثلاثة. هنا يقول ذا جراج. هو مخلينا ذا جراج بالبداية مطينا أيضا نهاية الجملة أيضا يعني مطينا جزء من الحل. فصير ذا جراج يعني الاسم بالبداية الاسم ذا جراج ياخذ طبعا ذات أو which. هنا that I always go to. الذي أنا ذا جراج that I always go to. الذي أنا دائما أذهب إليه that الذي أذهب إليه for repairs لغرض التصليح. زين نكمل الجملة يعني ونكمل النوم. was closed كان قد أغلق اليوم. زين for
The car has broken down. السيارة اللي كسرت أو عطلت. He bought it last month. الذي اشتراها الشهر الماضي. رقم أربعة أيضا هنا مطينا the car مخليها بالبداية ومطينا أيضا جزء من الحل has broken down. فصير the car that he bought. The car that نكمل. The car that he bought. التي that he bought it last month التي اشتراها في الشهر الماضي has broken down ونكمل has ومكملنا هو الجملة has broken down قد عطلت. رقم خمسة the book was missing الكتاب فقد it has the information I wanted الذي يحتوي على معلومات أنا أريدها. فأيضا مطينا الاسم بالبداية the book ونكمل the book that has the information. The book أيضا هنا ضمير الوصل that والنوب نكمل الجملة الثانية that has the information التي يحتوي على معلومات I wanted أنا أرغبها ونكمل was missing نكمل الفعل هو فقد. عندنا exercise C complete the sentence اكمل الجمل with who وباستخدام who which where or whose and add commas وأيضا أضف كماز يعني كمامات أو نسميها فوارز سبلا. reversed سين يعني بين فارستين قصدي يعني هنا فارز هنا وفارز بنهايتها إثبات أنه عبارة وصل غير معرفة. two بيروت which is full of أيضا هنا بيروت مطنعها فتاخذ بالفراغ which وقبل which نخلي فارزه which is full of good cafes التي تم لديها يعني كافيات جيده and restaurants ومطاعم ايضا ورا المطاعم ايضا نخلي فارزه فارستين يعني هاي حتى نحصل عباره الوصل الغير معرفه فيها is really هي حقا interesting city هي حقا مدينه جيده. رقم ثلاثه my cousin مايك اقاربي مايك ايضا هنا ياخذ هو لانه عاقل وقبل فارزه هو لوفز سكينج هو الذي يحب التزحلق وكملنا وانتهت عباره الوصل حطينا فارزه ايضا الذي يحب التزحلق is going to buy هو سوف يشتري a holiday home ان او سوف يشتري holiday home يعني بيت للعطله الصيفيه العطله يقضي فيها in the Swiss Alps في في الألف في منطقة الألف. four my sister أختي تأخذ هوز لأن أكو ملكية أختي هنا قابلها أيضا على فارزة أختي هوز favorite food التي طعامها المفضل is pizza يعني هاي ملكية طعامها المفضل هم البيتزا وكملنا العبارة الوصف وحطينا فارزة having her birthday تحتفل بعيد ميلادها party ايطاليان ريستورانت تحتفل في عيد ميلادها في مطعم ايطالي. 5 فاطمه ايضا فاطمه تاخذ هوز ليش هنا؟ لان عباره وصل فاطمه هوز فوتوز صورها was in the newspaper التي في الصحيفه yesterday يوم امس ايضا حصلنا عباره الوصل هاي بفوارز هنا is a very talented girl هي ابنه ذكيه. Exercise D use the correct relative pronoun. استخدم الضمير الوصل الصحيح to make one sentence لجعل تكون جملة واحدة. The sentence is brackets. الجملة هي is brackets هي تكون بين الأقواس becomes the relative clause relative clause ستكون هي عبارة الوصل. Add commas. أضف كومات وير نيسيسري حيثما يكون ضروريا يعني أضف فوارز حيثما يكون ذلك ضروريا يعني إذا لقيت عبارة وصل معرفة ما تخليها فوارز وإذا لقيتها غير معرفة فتخلي فوارز هذا المطلوب مثل ما طينا مثالنا يعني هاي عبارة الوصل بين أقواس حسب ما يقول هو the sentence in brackets الجمل التي بين الأقواس becomes تصبح relative clause تصبح هي عبارة الوصل واضح؟ فأنا أعطينا مثال My uncle Albert يعني عمي Albert still rides a bike لا زال يركب البايسكل He is 86 هو بعمر 86 فهاي راح تكون عبارة الوصل تصير
My uncle, يعني طبعا حط الاسم بالبداية Albert, وبعدين ياخذ هو لأن عاقل هو, ونخلي عبارة الوصل اللي معطيناها هو is 86 الذي بعمر ال 86, ونكمل بعدين الفعل بعد عبارة الوصل, نخلي الفعل والتكملة. يعني هاي طبعا عبارة وصل غير معرفة, شو عرفناها؟ لأن بدونها يكمل المعنى. يعني إذا قلنا My uncle still rides a bike, يعني عمي لا زال يركب البايسكل, ما بيها شيء يعني معروفة, لكن هنا اعطينا معلومة إضافية قلنا الذي بعمر ال 86. واضح؟ فصارت الجملة هنا يعني عبارة وصل معرفة. هذا بالنسبة للمثال اللي معطينا اياه هو. هنا الجملة عندنا The hotel has swimming pool, الفندق يحتوي على حوض سباحة, بين قوسين معطينا عبارة الوصل It is very big, هو جدا كبير. طبعا هنا الجملة تكون هنا معلومات عبارة الوصل تكون ضرورية يعني معرفة. زين, فهنا ما نحتاج فوارز, فتصير the hotel اسم بالبداية, الهوتيل has a swimming pool, الهوتيل يحتوي, الذي يحتوي على حوض سباحة, ونربط النوب that is very big, الذي هو جدا كبير. هنا نستخدم that, يعني يعتبر that أو which, يعني اثنين صحيحات, بس هنا نستخدم هو that, that's very big. هنا رقم واحد, سلوى wants to be interpreter, هي سلوى تريد أن تكون مترجمة. She speaks three languages, هي تتكلم ثلاث لغات. يصير الحل هنا طبعا, يصير عبارة الوصل سلوى speaks three languages, اللي تتكلم speaks, سلوى wants to be interpreter, تريد أن تكون مترجمة. She speaks three languages, تريد أن تكون لديها تتعلم أو تتكلم ثلاث لغات. فيصير الحل سلوى who speaks three languages, سلوى التي تتكلم ثلاث لغات. هاي عبارة وصل غير معرفة, لأن بدونها تكمل المعنى wants to be interpreted, سلوى تريد أن تكون مترجمة, هنا يكمل المعنى. لكن عبارة الوصل اللي ضفناها اللي موجودة هي يعني تعتبر إضافية. 2, The Tiger Hotel. The Tiger Hotel. The Tigris Hotel has a fabulous pool. لديه أو يحتوي على حوض رائع. The pool opened 2 months ago. الحوض فتح شهرين مضى. Another, the Tiger Hotel has a fabulous pool. يعني فندق التايجر الذي لديه حوض رائع. زين, هنا استخدمنا ذات which, ما استخدمنا الوير. ليش؟ لأن احنا ما قاعدين بالهوتيل, هاي خليها ببالك. فاستخدمنا ذات او which, اثنين صحيحات. الذي افتتح open 2 months ago, افتتح في شهرين مضى. فهنا هاي العبارة توصل تكون رئيسية يعني ضرورية وليست غير معرفة, فما نخليها فوارز. 3, بشير رقم 3, بشير is going to buy a car, بشير على وشك أن يشتري سيارة. No, very soon, قريبا. She passed his driving test last week, الذي نجح في امتحان السياقة الأسبوع الماضي. فصير بشير هو passed his driving test last week, الذي اجتاز امتحان السياقة يوم أمس. Is going to buy a car soon, يريد أن يشتري سيارة قريبا. وهي عبارة وصل غير معرفة. The Star Restaurant رقم هنا جملة رقم 4, يصير حل هذا ستار ريستورانت, الفندق النجمة, هاز لوفلي جاردن, الذي فيه يحتوي على لوفلي جاردن, حديقة جميلة. وير يو كان هاف ايميل, الذي انت هنا طبعا استخدمنا وير. ليش؟ لان يو كان هاف ايميل, لانك حيثما انت تريد تناول وجبة غذائية اون سمر ايفنينج, في اماسي الصيف. زين, فهنا تاخذ حيثما, يعني مكان انت راح تقعد بيه. فصير هاي جملة توصل معرفة, فما تحتاج فوارز, ونستخدم لها وير لان مكان للسكن او مكان لتناول الطعام. وهذا كل ما موجود بدرسنا لهذا اليوم اعزائي الطلبة. سيو نيكست تايم.